السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا هاي الفقاسة، نفس التصميم مال فقاسة ال 196 بيضة اللي استخدمنا بيها بالسابق متحكم الكي 2، نفس الفقاسة نفس المواصفات بس بيها تغييرات بسيطة. فطالما احنا بالحلقات السابقة شارح لكم تفاصيل الفقاسة ال 196 بالضبط، شارح لكم المتحكم الكي 2 شنو تفاصيله وشنو مميزاته، شارح لكم انه شطلاته تجي وياه مال البطارية، كابل الربط على الوطني مباشر، حافظة الرطوبة الخارجية، كتالوج، فقاسة طبعا تجي كاملة من المزارع السعيد. هسه بشكل سريع راح اشرح لكم الاضافات اللي سويناها على الفقاسة. نفس المواصفات القديمة بس ضفنا لها بعض الشغلات. الشغلة الأولى الفقاسة بالأصل يعني كل الجندة اشتغلها مصمم انه تقعد على ميز، شلون ما نقعدها على الميز بحيث الباب تنفتح وتنسد بدون ما تطخ بكل شيء. قسم من الشباب اعترضوا وقالوا احنا بدنا نخلي الفقاسات على القاع مباشرة، فدا صار عندنا مشكلة انه الباب من تنفتح ممكن انه القاع مو عدلة او كاربد او كذا بالارضية، فممكن انه تضايق فتحة الباب. فحليت لهم هاي المشكلة انه سويت لهم رفعة بالباب. شوفوا شباب عندي هنا 1 سنتيم صار بحيث الباب اعلى مثل ما تشوفون من البدن مال الفقاسة، وبعد الباب مستحيل تطخ عندك، تفتح وتسد براحتك. هاي الشغلة الاولى حلينا لكم اياها زين. الشغلة الثانية شنو شباب؟ صاحب هاي الفقاسة مرادها 196 بيضة مال دجاج، قال أنا أحب أخلي بيض مشكل بالفقاسة ما أعتمد على بيض دجاج فقط. فهذا الطبق الأصلي 98 بيضة، طبعا فراغ جوا مداور مال هواء مو على أرضية مباشر زين. وحب الطبق الثاني مالته يكون طبق جوكر. جوكر شنو حبيبي؟ هذا الطبق يشيل عندك 144 بيضة سمان او 36 بيضة كبيرة اذا حبيت تخلي بيض مال سيفس مال طاووس باط كذا، فتقدر تعتمد على هذا القلاب. طبعا القلاب خو ما اجي واشمر لك اياه على القاعدة واقول لك والله الفقاسة اكبر من هذا، لا ما عندي شيء. القلاب مثل ما تشوفه، شوفه قلبي يقعد عندك سلايد، شغلة مرتبة، مداور مال هوا فول، فقاسة كاملة، حساساتها هاي منظومة الرطوبة الداخلية مثل ما قلت لكم بالحلقه السابقه. بعد كل فقاسه طالما جانا الشتاء راح اخلي هولدر اضافي. طبعا الهيترات بها هي دبل هيتر، هيتر 12 فولت وهيتر 120 فولت، 100 واط الهيترات. اضافه اخاف ايام تجي بارده مكانك مو دافي، تحتاج يعني حراره زايده للفقاسه حتى لا تحتار بروحك ولا تقول لي انا ما اقدر اشغل الفقاسه بالشتاء، انا خال لك هولدر تمام قلبي، هولدر اصلي حجر. هذا شنو؟ راح ادز لك وياها جلوب فيليبس الاصلي، هم هدية مني. هاي ايش صار عندك حبيبي هسه انت؟ انت هسه هالايام شهر اللي يجي الوراء انت احتمال شغل طبيعي، كل شيء ما عندك هسه هذا الشهر، عندك هيتراتك مغطايتها وزايدة. ممكن بشهر الواحد نهاية شهر 12 الجو يبرد، توصل درجات حرارة باردة زايد، تحتاج تضيف هيتر مباشرة عندك هذا الجلوب قلبي. تفتحه وتربطه على الهولدر، تنسى الشغلة. صارت عندك الحرارة وصلت للدرجة المربوطة المضبوطة اللي تحتاجها. مثل ما قلت لكم طبعا جاماتنا كلها دبل تمام شباب. انا دائما اقول لكم ويا المزارع السعيد لا تحتار، فحقيقة حتى ما تحتار مثل ما تشوف قبالك خابر تتخيل، انا اللي علي اسوي لك اياه ان شاء الله طالما يصير بدون ما يكون بتقصير او مشكلة، اللي علي اسوي لكم اياه. ماكو شيء بعد ان شاء الله. الفقاسة سابقا احنا شارحيها بكل تفاصيلها، نعطيكم كل المعلومات عنها. طبعا هو صاحب الفقاسة راد غراض مال حاضنة، حب انه يشتغل حاضنة نفسه، فجهزت له جلوب مال اشعة حمراء وهيترات 2 مال حاضنات، شرحت لكم اياها هذين الهيترات 3 في 1 للحاضنات. وان شاء الله شايف كل خير، واي شيء تحتاجون تقدرون تراسلوني على رقم الواتساب او تكتبوا لي بالتعليقات. شكرا للمتابعة والى اللقاء.